أهل المنيا. كاميرا مصر 25 وطئت أرض واحة سيوة في عام 2012، وما لبث طاقمها أن استمع من أهلها إلى لغة غير العربية. هذه اللغة هي الأمازيغية التي يتحدث بها أهل الواحة، والتي ورثها آباؤهم عن أجدادهم. التقرير التالي يكشف حكاية هذه اللغة التي تعود للعصر الفرعوني. هؤلاء مصريون مثلنا، ينتسبون لأرض الكنانة ويفتخرون بذلك، لكنهم لا يتحدثون العربية. إنهم البربر الأمازيغ الذين استوطنوا واحة سيوة أو فردوس مصر المنفي في أعماق الصحراء الغربية. طبعا المجتمع السيوي مجتمع خليط من البدو والأمازيغ، ونشأ منه المجتمع السيوي الحالي اللي هو يعني خليط من البدو والأمازيغ. والمجتمع ده عايش على الزراعة، فهو مجتمع مستقر، وهو مصري حتى النخاع، وإن السيويين بيعتزوا بمصريتهم وبيعتزوا بوطنيتهم، وهم حاميين مصر من بوابتها الغربية. لهؤلاء حكاية تكشف وجها آخر لبقعة فاتنة من أرض مصر، حكاية تعود للعصر الفرعوني حين وطئت أقدامهم الواحة أول مرة، ولقبوا حينها بالليبو والريبو والتنحو والتمحو والمور، وأخيرا بالأمازيغ. تاريخ سيوة يبدأ من العصر الفرعوني، وتحديدا في أواخر العصر الفرعوني، الأسرة 26 والأسرة 30، لما كانت عبادة المعبود أمون منتشرة في العصر في لدى اليونانيين ولدى المصريين، واستمرت في الازدهار إلى أن جاء الإسكندر الأكبر وغزا مصر والعالم الشرقي، ووصل إلى واحة سيوة لتقرب المعبود أمون. خلت الواحة من سكانها حينا من الدهر، حين قضى عليهم ما يقال إنه مرض فتاك، فجاءتها بعد زمن بعض القبائل من شمال إفريقيا تعرفوا عليها أثناء رحلات الحجيج. الزناين والإحدادين وأولاد موسى والصرحنة والشمايم وأغرم والعدادسة التي يتبعها الحمودات والشرمطة والجواسيس هي القبائل التي تتشكل منها الواحة، وتمتزج لديهم الأمازيغية بألفاظ عربية. ويكبر الطفل السيوي ولا يعرف إلا اللغة الأمازيغية، ولا يتعلم لغة الضاد إلا حين يلتحق بالمدرسة. المسلم لا يرد الكائب الكائب. في المسجد أيضا تجد العربية متنفسا، حيث تخطب الجمعة بها تمسكا بلغة القرآن وحفاظا على خصوصية منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في سيوة ولله الحمد كل المسجد فيه خليط، يعني بنقول ايه، مشكل بين اللي هم بنقول احنا بنقول المصريين، كلنا مصريين، ولكن كل اللي جاء من اسكندرية، من هناك من الدلتا، موجود معانا في الخطبة. هنقولها سيوة ازاي؟ حتى لو كان في الدروس العادية بنقول النص وبنترجم سيوي، لأن السيوي مش ممكن حيجيب المقصود والهدف اللي يقصد الحديث أو يقصد الآية. إذن لماذا لا يعرف غالبية المصريين بأمازيغ سيوة؟ الإجابة ببساطة كما قيلت لنا، أن النظام السابق لطالما تعامل معهم على أنهم غير منتمين. لتضربنا مفاجأة أخرى، أن الأمازيغ أنفسهم لم يدركوا وشائجهم التاريخية إلا عندما جاءهم السائحون من المغرب والجزائر، ووجدوهم يتحدثون نفس اللغة. اللغة الأمازيغية والثقافة والهوية حاضرة وضاربة في عمق التاريخ رغم محاولات طمسها عبر العصور، ويكفي أن أهلها يتمسكون بأنهم أبناء مصر يزودون عن بوابتها الغربية ويضيفون لها ثقافة مختلفة. أحمد عبد الجواد، مصر 25، من واحة سيوة. كم ذا بمصر من ألوان ولغات. الزائر لواحة سيوة أيضا سيلفت نظره دون شك الطراز المعماري الفريد لجزء هام من تاريخ الواحة، التي تسمى بجبل شالي، والذي يتميز بأنك ستتجه إليه مرغما، فالطرق كلها تسوقك إليه. حين تبدأ في فك ألغاز هذه الجبل أو تلك القلعة، ستدرك أنك قبضت على أسرار خفاها الزمن وطوتها الأيام، فهو يشبه هضبة مرتفعة تعلوها قمتان، واحدة في أقصى الغرب والثانية في الشرق. تقرير أحمد عبد الجواد ومحاولة لفك ألغاز هذا المكان المميز. اقترب من سيوة القديمة التي عاش عليها أهلها لآلاف السنين،
فستجدها قابعة في أحضان هذا التكوين الفريد الذي تحسبه لأول وهلة وكأنه أطلال هرم عفى عليه الزمان أو تل أتى عليه الدهر أو حتى محاكاة لطراز قلعة غامضة. هذا هو جبل شالي الذي يقابلك أن اتجهت في واحة سيوة، فطرق الواحة كلها تؤدي إلى مكان هذا الأثر الذي بنى السيويون بيوتهم عليه وأحاطوها بسور سميك مرتفع يصعب تسلقه، وعمدوا على أن تكون منازلهم صغيرة وأبوابها كذلك، وشوارعها ضيقة ليس لها مدخل إلا بوابة واحدة من جهة الشمال تسمى الباب شال الذي يعني باب البلدة. قلعة شالي اللي يقال إن تم تأسيسها في القرن 12 و13 ميلادي، وازدهى أو كبرت في القرن 15 إلى القرن 19 أو 18 ميلادي، وهجرت من حوالي 150 سنة أو 180 سنة، والناس طبعا سووا أصبحت أطلال. من أهم الأسباب التي يسوقها المؤرخون عن أسباب بناء سيوة على جبل شالي وبهذا الطراز المعماري الفريد هو حماية الواحة من هجمات بدو الصحراء الرحل الذين كانوا يطمعون في خيرات الواحة على مر الزمان. الله أكبر الله أكبر. المسجد العتيق أحد أبرز ملامح الواحة التي لم تفلح السنون في تغييرها، وارتبط ارتباطا لا ينفك بشالي وسيوة التاريخية، فتصميم مئذنته المخروطية لا تشابه إلا مثيلاتها في بلاد المغرب العربي التي ارتحلت بعض قبائلها الأمازيغية واستوطنت سيوة منذ قرون. الجامع العتيق والمأذنة بتاعته ذات الشكل المخروطي أو ستايل أو الطراز المغربي، وبقية المنازل والأزقة والمكونات شالي القديمة طبعا كلها مبنية بمادة اسمها الكرشيف، مادة محلية موجودة في سيوة، وجذوع النخيل وأشكر الزيتون. أناس وحضارات تعاقبت على سيوة منذ وطئتها أقدام البشر، وشالي يفرض شخصيته على المكان ويكاد في رأي الكثيرين يوقف عجلة الزمان. فقط هو وسيوة وسكان بسطاء وبعض الطيور والحيوانات في مزيج فريد من نوعه يتسم بالسكينة والغموض، جعلت جبل شالي في عصرنا هذا نقطة الانطلاق الأولى لجولات السائحين في سيوة. It's a wonderful place. جبل شالي رائع جدا، كتير حلو المنظر تبعه من فوق المدينة، رائع جدا منظر البحيرة منظر النخل، الجبل نفسه كأنه هيك محافظ برونقه ضد الزمن ضد العوامل الطبيعية. قصص وحكايات مليئة بالأسرار تختبئ بين أسوار هذه القلعة الصغيرة التي تحكي رواية اسمها واحة سيوة، بدءا من الحضارة الفرعونية ومرورا بالحضارة اليونانية والرومانية وانتهاء بالحضارة الإسلامية. من أمام جبل شالي بواحة سيوة، أحمد عبد الجواد، مصر 25. ونبقى مع قصة واحة سيوة، وينضم إلينا شيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة. يعني سيادة الشيخ، كيف مر العام 2012 على أهالي واحد سيوة؟ أولا من شالي بقول كل عام وأنتم بخير شعب مصر العظيم، وسنة 2012 أحداثها كانت على سيوة وعلى كل ربوع مصر، كانت أحداث فريدة، وكان كل اللي بيمر بيها كان أحداث تثير أي مواطن مصري عليها. فأنا بقول من شالي كل عام وأنتم بخير على قبول سنة 2013 اللي بنأمل إن مصر تتفائل بيها وتعيش في عام كله ازدهار وكله أمل وكله عطاء لمصر العزيزة. نعم، ما الذي كان مميزا بالنسبة لأهالي سيوة في العام المنصرم؟ المميز لعام سيوة في العام المنصرم الأحداث اللي بيحصل، الانتخابات والجذب السياسي الموجود في الساحة المصرية. معلوم ان سيوة ما بتتبعش يعني تيارات معينة او احزاب معينة، الا انها يعني قابلت في اوائل الثورة الى التيارات الإسلامية والتيارات التي تأتي الاستقرار. فسيوة عاشت أحداث الاستشفاء على الدستور،
عاشت أحداث الانتخابات البرلمانية ثم أحداث الانتخابات الأخيرة اللي هي الاستفتاء الأخير اللي هو بيحط مصر على المراسي ويرسيها نحو الاستقرار. طيب فضيلة الشيخ، هل شعرتم بأن المواطن السيناوي أصبح أكثر التصاقا ببلده مصر ما بعد الثورة؟ يعني بعد هذه الأحداث السياسية المتلاحقة، هل شعرتم أنتم أيضا باختلاف نظرة الحكومة المركزية بالنسبة لأهالي سيوة عنها عما قبل الثورة؟ أجل، طبعا المناطق الصحراوية في سيناء أو في سيوة، طبعا العصر الماضي كان عصر تجاهل لهذه المناطق، لكن أنا يعني أذكر أني في هذه الأونة الأخيرة التقأنا بالمنظومة السياسية وبرئيس الجمهورية يعني أكثر من مرة، إذ كان استدعى عواقل وشيوخ المنطقة الغربية لقصر رئاسي، أو هو انتقل لهم لأرضهم لأرض مطروح، وكان يعني يعطي أمل وبريق يعني مثمر لأهالي الصحراء نحو الاستقرار ونحو العطاء ونحو يعني نشوف محافظة مطروح مزدهرة. يعني أهالي مطروح مش عارفين يقولوا إيه على الثورة وعلى النظام اللي بيدي أمل للشباب السيوي والشباب المطروحي بصفة عامة. طيب شيخ عمر، يعني نريد أن نطمئن على أهلنا في سيوة، يعني ما هي مشكلاتهم التي يعانون منها؟ أهلنا في سيوة بيشكوا مشاكل عدة، طبعا المشاكل الاقتصادية هي كل مشكى المواطن المصري، لكن الصبر والصمود ده من صفات السيوي. حضرتك يعني موضوع محاجر الملح اللي ممكن تدي يعني تدي عجلة للتقدم أو للنمو الاقتصادي للمواطن السيوي والمصر عامة، عجلة موقفة للإجراءات، وده شيء يعني يحزن المواطن السيوي. عندنا مشكلة الصرف الزراعي اللي هي مشكلة قبل الصرف الزراعي. فضيلة الشيخ، ما هي مشكلة محاجر الملح أو مناجم الملح بالتحديد؟ مناجم الملح حضرتك دي يعني مع مشكلة الصرف الزراعي والناس بتشتكي من قلة الزراعات الموجودة في الواحة من تطبل الأرض الزراعية، لكن الله سبحانه وتعالى بيقطع وبيوصل، فالوصلة اللي جت لنا من ربنا سبحانه وتعالى ان الاراضي المتطبلة اتقلبت الى محاجر ملحية واراضي ملحية. الملح الموجود مطلوب في الدول الاوروبية ولنفس الطرق او الاعمال السطوع علشان الامطار وكده، فالاهالي سيوة كانوا يروحوا يجمعوا هذا الملح ويبيعوه علشان يتعايشوا مع الـ 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 يعني الضغط الاقتصادي الموجود علينا في الواحة. لكن جت القوات المسلحة فوقفت الموضوع ده علشان يعملوا له يعني نظام او نقطة علشان استفادة الدولة او رسوم الدولة، واخضعت اهالي سيوة لهذا الاجراء، وطلعنا المحافظة مطروح ودت لنا اجراءات ادت لنا تراخيص مؤقته، خدت رسوم معينه علينا ورسوم عاليه جدا، واخذنا التصاريح ورجعنا ثاني عشان نشتغل. جت القوات المسلحه وقفتنا مره ثانيه الى ان نقل الموضوع الى المنظومه السياسيه في قصر الرئاسه، وجم مستشارين من قصر الرئاسي وشرحنا لهم الموقف على الارض الواقع، وهم وعدونا انه يعني عملنا نظام معين على اساس ان القصه التنميه في الموضوع المحاجر الملحيه حتمشي في المرحله الجايه يعني. لكن المواطن السيوي حاسس ان في تاخير، لكن بيعذر علشان النظام يعني علشان الموضوع الدستور والحياه السياسيه اللي بيعاني بيها المواطن المصري في الاونه الاخيره. شيخ عمر راجح، شيخ قبيله اولاد موسى بسيوه، اشكرك شكرا جزيلا. بناء المنازل وترميمها في واحة سيوة غالبا لا يستخدم فيه مواد البناء التقليدية، بل يستخدم فيه تراب أرض الواحة في هذا الغرض.
أيضا صناعة الأساس في واحة سيوة لا تستخدم فيه الأخشاب التقليدية، بل تستخدم فيه أشجار الزيتون. التقرير التالي يرصد الصناعات اليدوية الفريدة التي تتميز بها هذه الواحة الفريدة. طيب، يعني إذن هذه هي واحة سيوة التي تتميز بالكثير من العادات والتقاليد وكذلك حتى اللغات واللهجات، خلافا لأماكن أخرى في مصر. يعني سيوة بها عادات وطقوس ربما لا يعرف الكثير من المصريين أو عن واحة سيوة، ربما نحتاج نحن كمصريين أن نعرف أكثر عن طبيعة بلدنا وعن هذا التنوع الجغرافي وهذا التنوع الثقافي الذي ينتشر في ربوع مصر. ربما كان في السابق عذرا أنه لا يتاح الفرص أن يتعرف المصريون على بلادهم، ولكن الآن أصبحت الأمور أكثر سهولة، ويجب علينا كمصريين أن نكون أكثر معرفة ببلادنا، خاصة هذه الأماكن النادرة. ونكمل معكم هذه التغطية ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في هذه التغطية لعام مضى ورصد لطموحات وأمال عام قادم، هو العام الماضي 2012 والعام القادم. نرصد طموحات وأمال المصريين في المحافظات المختلفة للعام 2013. ونبقى في واحة سيوة، حيث بناء المنازل وترميمها في واحة سيوة غالبا لا يستخدم فيه مواد البناء التقليدية، بل يستخدم فيه تراب الأرض من هذه الواحة. أيضا صناعة الأساس في واحة سيوة لا تستخدم فيها الأخشاب التقليدية، بل أشجار الزيتون. التقرير التالي يرصد الصناعات اليدوية الفريدة التي تتميز بها هذه الواحة الفريدة. إن بحثت عن من يبني منازله ويرمم الآثار بتراب بلدته فلن تجد ذلك إلا في واحة سيوة، وإن بحثت عن من يطوع أشجار الزيتون وسعف النخيل لصناعة مقتنيات البيت فإنك ستعثر عليه حتما في تلك الواحة. وإن قصدت الأشغال اليدوية المطرزة بشكل فريد فسيوة هي المكان الأفضل. بصبر وخبرة سنين طويلة يواصل عم حمزة عمله، فهو أقدم بناء بمادة الكرشيف في سيوة، وله حكاية طويلة عمرها أطول من 70 عاما مع هذه المادة التي تتكون من الملح والطفلة وتتواجد على سطح التربة، وبها يتكون الطوب ومادة البناء نفسها. الكرشيف ده كان عنده محجر بيجيبوه، يعني أرضية بياخده تحت أسوره، تحت منه زرع بيزرعه، ياخد الكرشيف اللي فوق تحت منه تبقى إيه أرض زراعة، بياخد الكرشيف والطينة تحت منه برضه، بتدخل تجيب العربية وتتخمر، تقعد أسبوع مخمرة، بعد أسبوع تتقلب تاني وبعد تشتغل في البناء. عم حمزة البناء السيوي التسعيني بات مرجعية لتراث البناء في الواحة، فإليه يرجع المهندسون عند ترميم الآثار، فهو خبير بتراث واحته وفك ألغاز جدرانها وأساسات آثارها. أنا عملت البيت السيوي وبنيت شاري غادي، جمع بتاع شاري غادي هو المعزنة بتاعته، وقرية جعفر، وفي الدكرور كمان في حاجة هناك في الدكرور، والبيت اللي احنا قاعدين فيه ده بنشتغل فيه دلوقتي ده. تستمر رحلتنا ونستكشف جانبا آخر من سيوة الفريدة، ويقودنا الطريق إلى فن التطريز، لكن تصوير فتاة تصنع هذه المشغولات كان أمرا مستحيلا لخصوصية ثقافة أهل الواحة. ففي بادئ الأمر لم يفلح الوسطاء في إقناع أحدهم، لكن بعد محاولات كثيرة فتح لنا هذا البيت أبوابه لمشاهدة صناعة هذه المشغولات. أنا تعلمت من واحدة ست تعلمتني بأسبوع الشغل كله، وأنا تعلمت يعني أسبوع عملت كل حاجة، بعرف أعمل الفوطة والشال والرقعة بتاعت العروسة بالترتر، بعمل شالات الأجانب، بعمل ستات برضو، بعمل فوطات قصدي ملاية، بعمل ملاية، بعمل كل حاجة يعني. وهنا في هذه الورشة قابلنا طاهر، نموذج آخر للتفرد في سيوة، ف
فمنذ سن مبكرة ارتبط طاهر بشجر الزيتون وأخشابه، وكان له محاولات عدة لاستغلالها في صناعة مقتنيات وأثاث المنزل، فاستغرقت منه الحرفة سنوات حتى أتقنها وكان له ما أراد. تمكننا في فترة أخيرة أن احنا نستغل أخشاب الزيتون بعد ما كانوا أجدادنا وأبهاتنا بيشتغلوا الشغل ده، أن احنا عدنا صياغة هذه الحرف باستغلال الخامات البيئية اللي هي من خشب الزيتون وفل النخل. في الفترة الأخيرة كان في دكتور جامعي عمل أبحاث عن الخشب ده، وجد أنه هو من أجمل أنواع الأخشاب. ما يتقنه طاهر وآخرون من فناني سيوة التقليديين يجد له متسعا في تلك البازارات التي تعرض ما لا يعرض في أي مكان آخر. ففضلا عن أخشاب الزيتون، يصنع فنان الواحة من الملح كل ما يحتاجه البيت السيوي. بناء بالكرشيف وتطريز سيوي مميز وصناعة كافة مقتنيات البيت من أخشاب الزيتون والملح، علامات تميز سيوة عن باقي أرجاء مصر وتحفظ لها خصوصيتها. من واحد سيوة، أحمد عبد الجواد، مصر 25. حقا إن الإنسان فنان بطبيعته. في واحة سيوة أيضا تجد عادات وتقاليد نظر وجودها في أي مكان آخر. عيد التسامح وطقوسه، زفاف العروس ومراسمه، هي بعض هذه العادات الموجودة في سيوة. التقرير التالي يرصد جانبا من تقاليد هذه الواحة. تزخر هذه الواحة المنعزلة في غرب الصحراء بعادات وتقاليد ظنت أي بقعة في مصر أن تجود بمثلها. عيد التسامح واحد من هذه العادات، فيه يجتمع أهل سيوة على هذا الجبل المسمى بالدكرور، مشهد قريب الصلة من وقوف الحجيج على جبل عرفات. وحكاية هذه المصالحة تعود لقرن ونصف القرن من الزمان، حين اشتدت المعارك بين قبائل الواحة، وقدم من يصفه السكان بأحد العارفين بالله، فاستطاع عقد صلح بينهم يأتون لتجديده سنويا. السيحة ده انشئ في عام 1285 هجرية، ده بداية عيد السيحة، والهدف منه انه يجمع الناس جميعا على الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجتمع الرجال والشباب دون تمييز بهدف الاندماج والانصهار ونسيان الخلافات. يجمع الناس كلهم في مكان واحد ليفض جميع المنازعات والخلافات التي بينهم، ويسود المحبة والود بين جميع القبائل والأفراد. هو عبارة عن أن الناس في الجوامع، كل جامع له قائد، بيجمعوا رؤاء أشخاص بيدفعوا حاجة رمزية ونشتري منه ذبايح ونطلع على جبل الدكرور. مشهد آخر تبرز فيه بعض عادات الواحة يظهر في بيت العروس التي ترتدي كل يوم بعد ليلة زفافها فستانا مختلفا لمدة 7 أيام تشهد طقوسا مختلفة. يوم الصباحية هتزورها فيه صاحبتها فقط، والعفش بتاعها والحاجة بتاعتها بتروح مع صاحبتها اللي هم بيروحوا يزوروها ليلة يوم الصباحية. اليوم الثالث ده يوم مهم بالنسبة لها، لأن ده اليوم اللي هتزورها فيه خالتها، عمتها، مجموعة صغيرة جدا من قرايبها. اليوم السابع ده اليوم الأهم بالنسبة لها، لأن ده اليوم اللي هتزورها فيه والدتها. أم العروس لها حكاية غريبة في سيوة، حيث يقدم لها أهل العريس شيئا غير متوقع. مجموعة من شباب زمايل العريس بيتطوعوا ان هم يجيبوا لأصحاب العرس الجمار اللي هو القلب الأبيض بتاع النخلة، ده حاجة بتتاكل، والمغزى ان احنا بنجيب الجمار وبيتقدم للحما أم العروسة، إن مصدر رزق المزارع في سيوة هو النخيل، فهو لما بيجيب الجمار فهو بيقطع النخلة من جدرها وبيضحي بيها. ونادرا ما تظهر المرأة في الشارع، فالزوج السيوي يعمل من أجل لقمة عيشه ويجلب كافة احتياجات بيته لمنع النساء من مغادرة المنزل. مشهد آخر يلفت انتباهك في هذه الواحة، وهو النظام الذي تجده في كل ركن من أركانها، فما إن يتجمع أهل الواحة في مكان أو لشراء شيء حتى يصطف هذا الجمع ويشكل طابورا بشكل تلقائي.
عادات وتقاليد في الزواج والأفراح والأطراح، كما في المأكل والملبس والمشرب، احتفظ بها أهالي سيوة على مدار العصور. ساعدهم على ذلك خصوصية بدت واضحة في الزمان والمكان. من واحد سيوة، أحمد عبد الجواد، مصر 25. يبدو أن سيوة فريدة في كل شيء. أعزائنا المشاهدين، تغطيتنا لحصاد العام 2012 مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة 100 هذا اليوم. فابقوا معنا ولا تغادروا شاشة مصر 25. السلام عليكم.